حضرتك يعني في نادي الزمالك ليك باع كبير ويعني وسط الأعضاء حضرتك معروف، إيه بقى خطوات الترشح؟ يعني الترشح جه إزاي؟ ولأن طبعا يعني المسؤولية كبيرة واللي حضرتكوا داخلين عليه ده مش هيبقى سهل أبدا. يعني هو الحقيقة أنا يعني برضو أنا مش وجه يعني مألوف في نادي الزمالك. أنا اشتغلت فترة مع لجنة الدكتور كمال درويش سنة 2013 لمدة شهور يعني قبل المجلس بتاع المنتخب في 2014، وبعدين اشتغلت في لجنة الكابتن حسين لبيب في سنة 2021. الحقيقة ما كانش عندي نية ان انا اترشح، لان زي ما قلت لحضرتك انا مش من الوجوه المألوفة جوه النادي، انما انا زملكاوي جدا، بروح كل ماتشات الزمالك ومتابع كل ماتشات الزمالك مش بس في الكورة، في كل الالعاب. انا اتفرجت على كابتن حسين لبيب وهو بيلعب هاند بول مع كابتن حسن صقر، كابتن البوهي، كابتن مصطفى الاحمر، كل الفرقة العظيمة دي. اتفرجت على الكابتن عزمي مجاهد الله يرحمه، كابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه، كابتن عبد الحميد الوسيمي. اتفرجت في الباسكت على فتحي كامل وخالد السعيد وزيد ابو الدهب وحمدي سعودي وحمدي عثمان. فانا كنت وانا صغير كان متعتي ان انا امشي ورا فرق النادي مش بس في الكوره، في الالعاب كلها. ترشحي جه نتيجه يعني ان احنا لما يعني تم تكليفنا مع اللجنه المشكله لاداره النادي في 2021. اللجنه يعني الحمد لله ربنا توفيق كبير من ربنا اكرمها بان احنا قدرنا نعيد شكل النادي وعلاقاته مع الجهات المختلفه، سواء كانت اتحادات، سواء كان انديه، سواء كان حتى شكلنا في مع الاتحاد الدولي ومع محكمة التحكيم الرياضي ومع اللاعبين اللي كان عندنا معهم مشاكل، قدرنا احنا نعمل اتفاق تسوية، فشكل النادي بقى كان افضل. زائد ان اللجنة كلها كان ليها نجاحات كبير جدا في مجال يعني في قصة في موضوع البطولات. حققنا بطولة الدوري لكرة القدم، حققنا بطولة السوبر في الباسكت، حققنا السوبر البطولة الافريقية في الباسكت، سوبر افريقي في اليد، حققنا كاس مصر في كرة الطائرة، حققنا بطولة الدوري في كرة اليد. فاللجنة خلال فترة قصيرة جدا قدرت تعيد للنادي الزمالك رونقه فيما يتعلق بالبطولات، واعتقد ان الجمهور كان راضي جدا وقت ما كانت اللجنة موجودة على البطولات اللي اتحققت، يعني قياسا بالفترة القصيرة اللي احنا قعدناها. فكان يعني كان كابتن حسين لبيب كان فكرته ان ايه، ان هو بيحاول يعني يخلي اكبر عدد من الناس اللي كانت موجوده في اللجنه اللي اشتغل معاهم وكان فيها تفاهم وكان فيها تجانس يبقوا موجودين في القائمه الموحده. طبعا انضم لينا ناس يعني من اللجنه، في الدكتور حسام المندوه كان موجود معانا، في الاستاذ هاني بيرزي موجود معانا. فكان هو حاول كمان، كان في محاوله ان الاستاذ الاتربي يبقى موجود معانا، انما في الاخر وفي الاول حتى الناس اللي انضموا للقائمه اعتقد هم عندهم نفس الفكر ونفس الاتجاه، ازاي نقدر نساعد نادي الزمالك يخرج من الموقف الصعب اللي هو فيه. نادي الزمالك انا بشوف ان المجلس اللي جاي ده هو مجلس تاريخي للنادي، يا اما يقدر يساعد النادي انه يخرج من الازمه اللي هو فيها، يا اما النادي هيفضل في ازمات متتاليه لسنوات طويله.